هذا وتستعد القاهرة غدا لاستضافة فعاليات الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. ويعرض خلال المنتدى الإنجازات التي حققتها الدولة بمجال التنمية العمرانية في ربوع الدولة، حيث يشهد تنظيم 560 فعالية ومعرضا يشارك فيها 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة. تنطلق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 بالقاهرة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر، وهو الحدث الأكبر عالميا بمجال التنمية الحضرية والثاني على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ. ويمثل المنتدى الحضري العالمي فرصة هامة لاستعراض تجربة الدولة المصرية في مجال التنمية الحضرية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وفتح المجال أمام الكيانات المصرية لتصدير العقار. كما تعكس إقامة المنتدى في مصر الدور الريادي والاستراتيجي للدولة المصرية على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر، ليمثل شهادة إنجاز وثقة من المجتمع العالمي على التطور غير المسبوق الذي قامت به الدولة خلال السنوات العشر الماضية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة. ويحظى المنتدى بتفاعل دولي ومحلي واسع النطاق، إذ يشهد حضور 30,000 مشارك وتمثيل من نحو 185 دولة. المنتدى مهم لمصر لان احنا بنوضح للعالم كميه المشاريع اللي اتعملت في التنميه الحضريه والتنميه المستدامه، زي مشاريع العشوائيات، زي حياه كريمه، زي المدن الجديده اللي عندنا. النهارده احنا بنبص على الاستعدادات بتاعه المنتدى، بنشوف استعدادات القاعات للصوت والاضاءه وكمان الاحداث اللي هنمر بيها. احنا عندنا للسجل لغايه دلوقتي 30,000، وطبعا برضو التسجيل مفتوح لحد اخر يوم. كمان عندنا 107 وزير، وعندنا 45 ميور عمده يعني، وعندنا 3 رؤساء دول اكدوا الحضور، وكلها جلسات بتناقش التنميه الحضريه وبتناقش العشوائيات والتغيير اللي حصل فيها. في عندنا بعض جلسات للتنميه المحليه بتناقش اداره المخلفات، بتناقش حياه كريمه، بتناقش مشاريع كتيره حصلت من وزاره التنميه المحليه، في زيها برضو مشاريع كتير وزارة البيئة، مشاريع وزارة الإسكان، حتى قوانين. احنا عندنا برضو جلسات للقوانين عشان اللامركزية وتنمية الإدارة المحلية.